تقلبش عليا. لسه خارجه من اوضه العمليات دلوقتي. الموضوع شكله كمان شغل. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ اللي حصل شكله مش حادثه. يلا بينا. ومش بسيطة، وفي فريق عمل دلوقتي بيتعامل مع الإصابة ومعاهم جراح كبير. الإصابة في الراس، خليك تبص العملية من قدام، من ناحيتها. لو الحالة محتاجة تسافر برا هسفرها بطيارة خاصة في أي وقت. وفي إيه تاني؟ في اسم قصر النيل. بس انت ليه؟ هتعرف. كنا بعتنا محامي يا هند. اعرف بنفسي يا ناجي، اعرف بنفسي. انا عارف ان المستشفى عند سعادتك الامكانيات فيها اعلى، ومفيش مانع لما الحاله تستقر ننقلها، لكن سفر بره صعب دلوقتي. انا عارف عارف. انا بس بحاول اعمل مستحيل عشان اواجه اللي حصل. عبله دي بنتي، الدكتور عايز مسافر، والاستاذه هند حالتها نفسيه سيئه جدا. والله اللي اقدر اقوله لو سعادتك تحب تضيف اطباء من عندك يشاركوا في متابعه الحاله. اكون شاكر لو وفيت. اوكي يا دكتور. هند نزلت جري ومش عارفه راحت فين. ازاي تسيبوها تنزل؟ نادي جري وراها. اتصلي بيها بالتليفون. طلبتها ما بتردش. كلمي ناجي. اوكي. اديني ورقه لو سمحتي. يعني ايه ما خدتوش النمر؟ كان في عسكري مرور واقف، ازاي ما خدتوش النمر؟ ازاي هرب منكم؟ علشان ما كانش فيه نمر، عشان كده اللوري هرب ومعرفش يجيبوه، لان ما فيش نمر يا هند. لا مش عشان النمر يا ناجي. تقصدي ايه حضرتك؟ بنتي كانت مقصوده، دي مترتبه. متهمه حد حضرتك؟ يا شيخ بابا قرب. ثانيه يا استاذه. ايوه يا دكتور حسين، انا في الاسم حضرتك. تاخدها على الفيلا وانا هاجي لكم. طيب طيب، مع السلامة. يخليكي معايا يا عايده. اقول له ايه؟ ازاي ابلغه حاجه زي دي وانا السبب؟ ايه؟ انت السبب؟ ايوه انا اللي مقصوده، اللي عمل كده قصدني، قصد يذبحني في بنتي. ايه اللي حصل في الاسم؟ اللي حصل ده مقصود، مش حادثة يا دكتور. يعني ايه مش حادثة؟ مستحيل يا هند. تفتكري يعني مين اللي هيكون قاصد؟ ده عايز ارد انا لو انت مش قادرة. لا يا سيدي ترد. ردي. هقول ايه؟ خليكي طبيعية خالص. ما تجيبيش سيرة اللي حصل لحد ما يجي. الو؟ ايوه عز. لا احنا كويسين، انا كنت في البلد. لسه جاية. عبلة بس كانت سخنة شوية. والدكتور احسان جاب لها دكتور. انت فين؟ برا البلد؟ برا لندن؟ طيب اما ترجع الاوتيل كلمني. ها؟ لا اطمن، احنا كويسين جدا بجد. طيب مع السلامه. مع السلامه. اول مره اكتب عليك يا عز. شوفي بقى، أنا عايزك تهدي وتنسي حكاية اللوري دي خالص. أنسى إزاي يا دكتور؟ أنسى إزاي؟ سيبيها عليا. خليكي مع عبلة، هي محتاجة تشوفك متماسكة اليومين دول. مش لما تعدي منها الأول يا ناجي. إيه ده يا سي خالد؟ اللي قريته سيادتك؟ بقى يعني عشان مندوب الحوادث قال لك إن اللوري كان من غير نمر، يبقى خلاص الجورنال يندب ويتهم في الناس؟ يا منعم بيه، الحادثة دي مش حادثة، واللي حصل ليه صلة باللي حصل مع سيد أبو دومة. حتى لو الكلام اللي أنت بتقوله ده صحيح، مين بقى اللي جلب الشر ده على نفسه؟ مش هي؟ طب إذا كانت متأكدة إن سيد أبو دومة مجرم ومطلق الصراح وما اترفعتش عنه الحصانة، تبقى هي بقى اللي غمرت بحياة بنتها وبحياتها هي كمان. ده ردك يا منعم بيه؟ الله، خلاص يا أخويا كلكم بقيتوا أبطال؟ ده كلام أنا ما أقدرش أنشره.
ده كلام يتكتب في الاسم في محضر، تكتبه انت تكتبه هي. لكن كل اللي يقدر يعمله الجورنال انه يقف جنبها لحد ما تنقذ بنتها. غلطان انا يا خالد؟ المؤشرات كلها كويسه، احنا بنديها المسكنات لحد ما الحاله تستقر. اطمني. اديت السيف لعز يا بنت النادي. انا في عبله يا ابويا. لو ضاع منه هتبقى انت السبب. انا السبب في ايه؟ طب استنى، بص على عبله ارقيها يا مولانا. لو ضاع سيف جدك هتبقى انت السبب. مشكلتك انك ما عجبكش اجتماع الجمعيه النهارده. نتكلم في الحكايه دي بقى لما نتقابل في المؤتمر مريم. نتكلم؟ انتوا لسه فيكوا دماغ تتكلموا تاني؟ انا عندي دماغ كبيره جدا، اتكلم كلام كتير قوي. ياه، عندنا في مصر بنقول على الحكايه دي دماغ مصفحه. انا بقى دماغي اتطبقت. باي مريان، هتصل بيك لو قدرت احجز مصر. اوكي، وانا كمان شوقي. اوكي، باي باي باي. واضح ان اجتماع الجمعيه ما عجبكش النهارده. ما عجبني؟ انت متفق جدا مع اللي انت بتكتبه. جمعيه الحريه والسلام، دعوه للحريه والسلام. انت عالم من علماء الطاقه النوويه السلميه، وده في حد ذاته دعوه للسلام. شوفي مريان، أنا حقيقي مندهش لحماسك رغم التحيز الواضح في كلام الناس دول. تحيز؟ تحيز ضد مين؟ ضدنا. وعلى فكرة مريان، دي مش أول مرة أصطدم بنوعية المتعصبين ضدنا، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر. وتعصبهم ده أشد بكتير من تعصب بعض المسلمين. بس الكلام كله إن مفيش غيرنا. الشر كله بقى عندنا.